الأمر الثالث الآخر، احرص على أن لا تسأل عن مرضه إلا إذا هو ابتداك. لبعض الناس الآن ما يحب أن الآخرين يعرفون وش فيه، ما يحب أن يعرف الناس وش فيه، فلا تحرص على أنك تسأل عن مرضه، لا تقول وش فيك، طهور، سلامات، ها، لا بأس طهور، الله يجمع لك بين الأجر والعافية. إذا قالك والله أنا في الشغلة الفلانية، يطمنه، قول الحمد لله كثير ابتلوا بهذا المرض وكذا. أما أنك تسأله، خاصة أن بعض الناس، يعني خاصة بعض المرضى، يصاب بالملل والنفرة من الناس. ليش؟ كل واحد يدخل عليه، خير يا أبو فلان وش فيك، وتبدأ قصة. يقولون عن بعض السلف بأنه مرض بعض السلف، فكلما دخل عليه شخص سأله ما المرض الذي فيك، فيعني يقول في المرض الفلاني، ثم يدخل الثاني، فذهب وكتب كتابا، كتب كتاب أنا في المرض الفلاني. فكلما أتى له شخص قال، أعطاه الكتاب قال اقرأ اقرأ. صحيح، شيء ممل، يعني ممل، مثل يعني بعض المصابين بوفاة قريب مثلا. تخيل المعزين اللي يدخلون عليهم كم عددهم، أعداد كبيرة. فلو أن كل واحد الآن سأله خير كيف مات قريبكم، ويقعد يقول له كيف مات، صارت قضية، ما صارت تعزية. صار يعني أنت الآن تعزية، ما هي التسلية، تسلي المريض. الآن أدخلت الحرج والحزن والضيق على هذا المصاب، لأنه بيشرح للناس كلها. ولذلك هذه من الآداب.